السلام عليكم. هذولي شيرازي، ولكن فيها الشيرازي هذا متزوج واحدة بلدي، تشوفون الصورة ولا هذه الفراخة، وهذا الثاني راجل، هذا لاف يا الحبيب. وهذا شفتوا البيض تحته، خلاص يكفي. وهذا الزاجل تحت البيض. تحت البيض ما شاء الله. هنا لاف بس ما تحت الشيء، وهنا ما شاء الله فراخ. وهنا ما تحت الشيء بس لاف، هنا ما في شيء، هنا ما في، هنا بيض. اللي يجي يقول لك ان في الشتاء الحمام ما ينتج او في الصيف ما ينتج، لا غير صحيح. هذا انتم شفتوا الانتاج بعينكم. بقولكم كلام بس ركزوا فيه تركيز قوي. هذه دائما في ناس تسألني عن انتاج الحمام وما انتاج الحمام وما ادراك ما هو. الحين انا وريتكم الفيديو حق انتاج الحمام. طبعا الكثير من الناس او المربين الجدد، اتكلم عن المربين الجدد، مثلا يجيب حمام في الصيف وش اسمه، هو بيقوم ينتج عنده مضبوط حلو. يجي بين الصيف والشتاء فترة اسمها فترة تغيير الريش أو تغيير القش أو القش، لها أسامي كثيرة، أو تبديل الريش. في الحالة هذه كل طير يسقط من 3000 ريشة ويدنبت 3000 ريشة. طبعا الريش وش اللي بتنبت وش اللي ما تنبت، يطيح منه ريش صغير. شفت الريش اللي كذا جيته الحين لو بتنظر الأرضية عندي ما رايح تحصل ريش، فيها وساخة بس ما فيها ريش. في السابق إذا قمتوا تنظفون بين الشتاء والصيف بتلقوا الريش، وبين الصيف والشتاء نفس الشيء بتلقوا الريش. هذه اسمها تبديل الريش. تبديل الريش مدة الشهرين إذا الطيور مضبوطة. كيف مضبوطة؟ يعني يجيها الشمس، يجيها الفيتامين، يجيها الأملاح المعدنية، الغذاء سليم، عندها مغطس للتروش. تخلص هذه كل ابوها في كم؟ في شهرين، في تقريبا في شهرين. وفي فترة الشهرين هذه عندها استعداد إذا صارت التغذية كويسة والأكل والفيتامينات والأملاح أنها تنتج في الحالة هذه. ولكن في حالة أن الغذاء سيء ولا في فيتامين ولا تشميس أو أشياء تنقصها، بيقعد 3 شهور 4 شهور ما يكمل الريش اللي فيه، ما يكمل الريش اللي فيه. حتى لو بتروح بأي طير للبيطري أو تتصل على البيطري وتقول له عندي الطير فيه نتف، بيقول لك عطى فيتامين وملح معدنية، لأن هذه هي من الأسباب. ثم إذا جاء الشتاء والطير غير تبديل الريش، ما عاد عنده لا كالسيوم ولا أملاح ولا فيتامينات ولا شيء، جسمه استنزف في تغيير الريش. يوم جت فترة تغيير الريش استنزف جسمه، ما عاد يقدر يبيض. بيقعد له فترة يحاول أنه يعوض من وين؟ من الاكل. طبعا الاكل اللي فيه مثل الشعير والقمح وكذا فيه المواد، يعني املاح وفيه كالسيوم، يعني ما اقول لكم ما فيها، فيها ولكن نسب بسيطه ما تخليه يعيد يعني شو اسمه نشاطه بسرعه. هذه ركزوا على المعلومه هذه.
اذا صرتها بتامن لهم. انا طبعا الكالسيوم والفيتامين تقريبا كل شهرين 3 شهور مره، في وقت تبديل الريش مره تعطيهم، بعد تبديل الريش تعطيهم، بحيث ايش؟ ان الطير يكسب قوته بسرعه ويفرخ. واذا صار عندك الجوز اول مره ينتج، من الطبيعي يكون من الطبيعي انها انه يبيض بيضه واحده وينوم عليها، من الطبيعي ينوم بيضتين ولا ينتج، ومن الطبيعي ينوم على بيضتين ويفرخ ولكن ما يغره ما يعرف، ومن الطبيعي انه يضبط من اول مره اول بطن. هذه خذها قاعده، يعني تحصل اخطاء كثيره على نفس الحمام في اول بطن. يعني تحصل اخطاء كثيره في اول بطن. الكاميرا شبلها ما هي صافية، بمسحها. والحين بارصفت شوي، صح اني ترى بعيد انا عنهم، انا برا الشبكة. Ha ha ha!